مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص بالبكار. الإجذاع من مسافتنا 6 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة، والباحث عن الناموس نسير مع البداية ومع أول المراكز. عزايم عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري على أول المراكز وعلى الانطلاق الأول. ثاني الأسماء وثاني الشعارات، هناك سلطات بشعار علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي، هنا يقدم لنا سلطات هنا على البداية، غيرت وانطلقت ثاني الأسماء، هنا عزايم عبد الله بن علي بن راشد المري، وفي ثالث المراكز وصل هنا ثالث المراكز وصلت هنا تامي بشعار سالم بن خلف بن أحمد سالم المناعي، وفي رابع المراكز ورابع الشعارات وصلت هنا تحذير فهد بن سالم بن زبران العجمي، وصل هنا شعار سوقة من انتزعت الشوط الثالث في هذا الصباح، وهنا أبو فهد يقدم لنا تحذير على ثالث المراكز أو رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت هنا الدور ناصر بن راشد بن ناصر الزبدان المري مع الدوحة على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. وعود مع البداية أول المراكز، سلطات هنا تنطلق مع البداية بشعار علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي على البداية على أول الأسماء. ثاني المراكز وصلت عزايم عبد الله بن علي بن راشد المري، يقدم لنا عزايم على ثاني الأسماء. ثالث الشعارات وصلت تامين سالم بن خلف بن أحمد آل سالم المناعي على ثالث المراكز. رابع الشعارات وصلت تحذير فهد بن سالم بزبران العجمي، هنا يقدم لنا تحذير على رابع المراكز. خامس الشعارات وصلت الدوحة ناصر بن راشد بن ناصر الزبدان المري، يقدم لنا الدوحة هنا على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الثانية للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة لا جديد على الخمس المراكز المتقدمة، وراء أسماء وشعارات هناك خلف دائرة النداء والإذاعة. ونعود إلى البداية إلى أول المراكز، سلطات هنا على البداية، علي بن جابر بن حمد بن حسين المري يقدم لنا سلطات هنا على أول الشعارات. من الجانب الآخر عزايم عبد الله بن علي بن راشد المري، غيرت عزايم واستلمت زمام الأمور، وهنا الله يا عزايم عبد الله بن علي بن راشد المري. هنا شعار بن جهيم مع البداية مع أول أسماء. ثاني شعارات سلطات بشعار علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي، وفي ثالث المراكز وصلت هنا تامين بشعار سالم بن خلف بن أحمد آل سالم المناعي، يقدم لنا تامين على ثالث المراكز. رابع الأسماء شعار بن زبران، هنا يقدم لنا تحذير على رابع الشعارات، تحذير بشعار فهد بن سالم بن زبران العجمي على رابع المراكز. وانتصفت المسافة 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا مثلها. خامس الشعارات وصلت الدوحة، ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري يقدم لنا الدوحة على خامس المراكز. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. أعود
بعد مع عزايم عزايم يا عزايم. عبد الله بن علي بن راشد المري يقدم لنا عزايم على البداية من تحمل الرقم واحد وهي على المقدمة وعلى الرقم واحد. الله يا عبد الله بن علي بن راشد المري يقدم لنا عزايم. ثاني الأسماء وثاني الشعارات وصلت سلطات هنا بشعار علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي يقدم لنا سلطات على ثاني المراكز. ثالث الأسماء تحذير تحذير فهد بن سالم بن زبران المري أو هنا العجمي يقدم لنا تحذير مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت تامين سالم بن خلف بن أحمد آل سالم المناعي هنا يقدم لنا هنا سلطات أو يقدم لنا تامين على رابع الشعارات. خامس المراكز محارة هنا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا محارة هنا على خامس المراكز. شعار دنانير من انتزعت رمز هناك في هذا المهرجان. وعود مع البداية عزايم يا عزايم عبد الله بن علي بن راشد المري مع عزايم وهنا بن زبران يقدم لنا تحذير. فهد بن سالم بن زبران العجمي مع تحذير على ثاني الشعارات. ثالث الأسماء سلطات علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي. رابع الأسماء تامين سالم بن خلف أحمد آل سالم المناعي. وخامس المراكز وصلت الدوحة ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري ولكن شعار بن جهيم على المقدمة وعلى رأس حربة هذا الشوط. الله يا عزايم عزايم مع هالعزايم يا ابن جهيم. هنا البداية عزايم عبد الله بن علي بن راشد المري وهنا تحذير بدأت هنا بالتحرك. تحذير بشعار فهد بن سالم بن زبران العجمي محارة هنا محارة على ثاني المراكز. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هنا على ثاني المراكز. ثالث الشعارات تامين سالم بن خلف آل سالم المناعي ولكن عزايم على البداية مع أول المراكز. عزايم بشعار عبد الله بن علي بن راشد المري محارة هنا بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ثالث المراكز. تحذير على ثالث المراكز فهد بن سالم بن زبران العجمي ولكن البداية مع عزايم ومحارة هنا تحاول اللحظات الأخيرة. الله عزايم محارة هنا على ثاني المراكز وهناك شعار بن جهيم على المقدمة. اللحظات الأخيرة عزايم عزايم مع العزايم يا عبد الله بن علي بن راشد المري من يقدم لنا عزايم على البداية على أول الأسماء وأول الشعارات. تهانينا والناموس لمالك عزايم عبد الله بن علي بن راشد المري واسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سلام عزايم سلام. تهانينا والناموس لمالك عزايم عبد الله بن علي بن راشد المري ولحظة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس ثاني الأسماء وصلت هنا مع حرب شعر ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وفي ثالث المراكز أتت هنا تحذير بشعر فهد بن سالم بن زبران العجمي وفي رابع المراكز وصلت هنا تامي بشعر سالم بن خالد بن أحمد آل سالم المناعي وفي خامس المراكز وصلت سلطات بشعار علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. تابعنا وإياكم عزايم ومن معها العزايم وأنا عبد الله بن علي بن راشد المري من قدم لنا عزايم هنا بن جهيم مع البداية ومع الناموس ومع الانتصار. التوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية 9 دقائق 5 ثواني
ثواني خمسة أجزاء من الثانية. تهانين وناموس العبد الله بن علي بن راشد المري. ثاني الأسماء أتت هنا محارب شعر ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. والتوقيت الزمني 9:06 بدون أي أجزاء من الثانية. والناموس ثالث المراكز أتت هنا تحذير بشعار فهد بن سالم بزبران العجمي. والتوقيت الزمني 9:05 5 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس للجميع.